ميريكان، وبالضبط في اتلانتا. اتلانتا اللي تزاديتي فيها وكبرتي فيها عندك جوج الحوايج، يا غتخرج بائع مخدرات، ومن المخدرات غدوز الاجرام، ومن الاجرام غتسالي حياتك مؤبد في شي سجن من السجون. يا غتخرج راب، بحكم ان اتلانتا معروفه بعاصمه الراب، خرجت بزاف ديال الروابا واللي وصلوا دابا العالميه. القصه ديال اليوم غادي نشوفوا فيها شخص اللي معروف دابا عالميا، وصل العالمية، وصل رفاهية من الفقر والعجز والإجرام. مي قبل ما نبداو، وكيف العادة بغيتكم كاملين تماركو لبخزنس ديالكم كومنتير، وما تنساوش لايك. نبداو تي 2 1 ليتس جو. سبورطيني نبراك الراب ونفرقوه، بغينا الراب يعتقنا صدقنا فيه كنغرقو. ليل بيبي، واللي الاسم الحقيقي ديالو دومينيك جون، زاد في 3 ديسمبر 1994، زاد في اتلانتا وبالضبط لا زون 4، واللي خرجت بزاف ديال الروابا واللي وصلوا دابا للعالميه، امثال يونغ دولف، امثال يونغ جيزي. ليل بيبي غادي يدخل لعالم المخدرات وهو باقي كتكوت، باقي صغير بزاف، غادي يحط في رقم قياس. هادشي علاش جات ديك بيبي، جات ديك ليل بيبي، علاش؟ حيت كان تيوقف مع دراري اللي كبار منه، كانوا كيصيفطوه ويبيع لهم المخدرات، هادشي علاش طلقوا عليه ليل بيبي. بيان سيغ المخدرات غادي يديوه الاجرام، والاجرام غادي يدخلوا الاصلاحيه واللي غادي يضرب فيها 10 بتهمة انه اقتحم احد المنازل. موراها غادي يرجع للدومين ديالو بحكم الفقر، وبحكم الاب ديالو اللي تخلى عليه هو مازال يلاه عنده عامين، خلاه هو ومو وخوته بجوج، خواتاتو بنات بجوج، سمح فيهم دونك لا معيله ولا ندير. غادي يخرج غادي يقلب على راسو بحكم ان مدينته معروفه بالمخدرات، راه غادي يبيع المخدرات. بو غادي يرجع يبيع المخدرات، وغادي يتشد وغادي يتحكم عليه بعام بالحبس، ولكن هذا العام غيدوبل، غتولي عامين بالحبس من بعد ما غادي يقوم بواحد المشاجره، غيدابز مع شي واحد في وسط الشجن. غادي يدوز عامين ديالو، غادي يخرج، غادي يرجع عاوتاني لبيع المخدرات، غادي ما يطولش بزاف، غادي يعاود يتحكم عليه بعامين. في هاد عامين غادي يراجع راسو، وغادي يبانو ليه بزاف الحويجات. علاش؟ تيقول لي البيبي باللي تلاقى اكثر من 20 واحد في السجن، وفي الفتره ديال السجن ديالو محكوم عليهم بالمؤبد، منهم 5 د الاشخاص اللي هما صحابو خدموا معاه كيعرفوه. هنا غادي يطلع معاه القلب، غادي يقول انا محظوظ ملي محكوم عليا غير في عامين، ها هما صحابي محكوم عليهم بالمؤبد، وكيشوف كيفاش صحابو كيعيشوا داك المؤبد، راه كيتمناو يجيو يشنقوهم، يديروا لهم اعدام، يقتلوهم وتسالى حياتهم، ولا انهم يدوزوا حياتهم كامله وما تبقى من العمر ديالهم في السجن. كيعرفوا باللي حياتهم ما بقاش عندها معنى، وما بقاش عندها بيت، مدوزينها ما بين نعاس وفياق وماكله ومرحاد وسط السجن. هادشي علاش غادي يبدا يفكر بزاف، غادي يبقى عقلو يدور 360 درجه يفكر بزاف. الام ديالو مسكينه كانت كتجي عنده في اخر الاسبوع كتجيب ليه القفه، غادي تقول ليها ولدي شنو دابا فاش كتفكر شنو غادي دير مورا هاد السجن، غادي يقول ليها امي انا بغيت ندير الموسيقى، بغيت نولي رابر، عقلو مزيان على هاد بغيت نولي رابر. حيت موراها غادي يخرج ليل بيبي 2017، وفعلا غادي يعاونو الصديق ديالو ليل مارلو، غادي يعاونو غيقول لي شوف انت عندك واحد لينيرجي كبيره، وعندك واحد الحب للموسيقى، علاش دير الراب. فعلا غادي يشجعو، واحد صديق اخر ديالو غادي يقول لي شوف بقى غير هنا في الاستوديو، بدا تسجل، انا غادي نعاونك، انا غادي نعطيك الفلوس، ما تخرجش للزنقه، ما تخرجش تشر. غادي يخرج جوج ديال التراكات، فعلا غادي يعجبو الاصدقاء ديالو، غادي يزيد يتحفز من بعد ما شركه كيسي غادي تعرض عليه انها دير الاداره والتسيير ديال موسيقته. هنا ليل بيبي بدا مسيره النجاح ديالو. 14 في شهر 4 غادي يخرج اول ميكستيب ديالو، واللي سميتها بيرفكت تايمين. ميكستيب غادي تلقى واحد النجاح كبير وواحد الشهره كبيره، هادشي اللي غادي يخليه ما يحبش. في نفس العام وبالضبط 18 في شهر 6 غادي يخرج البوم اللي التيتر ديالو هارد دان هارد، وهذا هو الالبوم اللي كان فيه تراك ماي دوغ واللي لقى نجاح كبير. موراها غادي يعاود يدير البوم اخر تو هارد،
وهذا هو الالبوم اللي فيه تراك فري ستايل اللي ضرب في يوتيوب دابا اكثر من 300 مليون. وغادي يبقى هكا وهذا وهلك البوم مورا البوم نجاح مورا نجاح سكسي مورا سكسي حتى 2020 وتما غادي يخرج البوم واللي التيتر ديالو ماي تورن واللي به غيطلع الاول في البيلبورد. ماي تورن غتباع اكثر من 200 الف نسخه من الاسبوع الاول. كيف ما في عام 2020 غادي يدي احسن رابر صاعد. موراها غادي يجي البوم واللي كان كولاب مع الديل دورك واللي حتى هو لقى نجاح كبير. بون ليل بيبي قصة نجاح واللي نقد راسو الا بغينا نقولو يقدروا يقتديو به بزاف ديال الشباب ديالنا، يعني نقد راسو من الاجرام من الفقر العكس واللي كنشوفو يعني وصل لحياة الرفاهية الطوموبيلات الطيارات الباس الدب واللي عجبك وصل لحياة الرفاهية والعالمية. قولوا لي كيف جاتكم القصة وشنو تبغيو في النكست فيديو كتبعكم فاميليا وكعجبوك كانت تدعموا بلايك كومنتير بارطاجيو مع صحابكم اللي مازال ما تابوني تابوني في الجرس والسلام عليكم.